بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه الآية المباركة بالنسبة إلى أحوال أهل المحشر الذين سبقت لهم من الله الحسنى، يعني الله يعلم أنهم مطيعون، أولئك عنها يعني عن النار مبعدون. لا يسمعون حسيسها يعني لا يسمعون صوت النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني هؤلاء في مشتهياتهم وملذاتهم اللذائذ الجسمية واللذائذ الروحية، هؤلاء يكونون خالدين فيها. الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى له آخرة حسنة، لا أحيانا قسم منهم لا يرى النار أبدا، وإذا رأى النار أيضا يعلم أنه ليس من أهلها. وكذلك هؤلاء خالدون ودائمون وأبديون فيما يحبون من المشتهيات، المشتهيات الفكرية أو المشتهيات الروحية أو المشتهيات الجسمية. كل أنحاء الملذات ثابتة وكائنة لهم. هذا بالنسبة إلى الآخرة. المطيعون لله في الدنيا أيضا كذلك، هذا ليس خاصا بالآخرة. والمطيع لله ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، وفي آية أخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الذي يذكر الله مو ذكرا بلسانه فقط، وإنما ذكرا بقلبه وبلسانه وبجميع جوارحه، يعني يطيع الله في أوامره وفي نواهيه. هذا الإنسان راحته الجسمية والفكرية والعقلية أكثر من غيره، حتى جسمه